إلى القدس هذه المرة دكتور أمجد. دكتور أمجد، طبعا القضية هي قضية كل عام، ولكن هذا العام كان عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، دخل شهر الثالث. في الوقت نفسه بتتمادى إسرائيل في كل ممارساتها ضد الفلسطينيين سواء في القطاع أو في مدن الضفة الغربية. هل هناك أي ملامح تبدو في بداية 2024 يمكن أن نتحدث عنها أو سيناريوهات قابلة للتطبيق في رأيك؟ نعم دكتور أمجد، هل أنت معي؟ نعم، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك. أعتقد نعم، إسرائيل ستدخل الشهر الرابع، بعد 4 أيام ستدخل الشهر الرابع. أعتقد الحرب هي مرتبطة بعدة عوامل. إذا كان هناك تغيرات في الميدان، لأن الميدان هو الذي يحكم الآن، هناك مقاومة شديدة، وما زال توقعات بأن إسرائيل تحتاج على الأقل 6 أشهر للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا غير مؤكد حتى الآن. عندما نشاهد كل فيديوهات بأن هناك مقاومة شرسة وأن هناك جنود تسقط يوميا في المعركة، أيضا هذا يعتمد على قدرة الدول الإقليمية إلى الضغط على إسرائيل، خاصة بأننا نرى أن الطرح المطروح والسيناريو المفضل لدى الجهات الإسرائيلية وهو تهجير السكان من قطاع غزة. هم يتحدثون بشكل أساسي على القدرة على ما يسمى بالتهجير الطوعي أو التهجير الصامت من خلال ممارسة علاقاتهم مع عدة دول، وأيضا هناك أفكار بطرح اسم توني بلير الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، على أمل أن يلعب دور بإقناع الدول العربية في جلب المهاجرين بين قوسين الغزاويين إلى الدول العربية. لا أعتقد بأن هناك سيناريو ممكن أن يوقف الحرب إلا إذا كان هناك أيضا ضغوطات أمريكية. حتى الآن الضغوطات الأمريكية لم تصل حد التحذير أو التهديد بعقوبات، رغم وجود اختلاف واضح في الاستراتيجيات، خاصة هناك اتفاق بالقضاء على حركة حماس ومقاتلة حركة حماس، ولكن الخلاف ينبع بسيناريوهات ما بعد حركة حماس. أعتقد أن سيناريو التهجير هو مرفوض. كان يمكن آخر حديث الإعلام الإسرائيلي بيتحدث عن السيناريوهات متعلقة بتقسيم غزة إلى محافظات يحكمها عشائر وهناك سيناريوهات ربما تطرح كل يوم في تقارير الصحف الإسرائيلية. نعم، السيناريو المفضل لديهم هو تهجير السكان، ولكن هناك سيناريوهين. هم أعدوا 3 سيناريوهات في 12 أكتوبر، أي بعد 5 أيام من الهجوم على 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى. السيناريو الأول كان هو التهجير، السيناريو الثاني هو إعادة تأهيل أو ما يسمى باستنساخ نموذج الضفة الغربية. نعم. أي استلم السلطة الفلسطينية، ولكن هناك قناعة تامة بأن السلطة لا تستطيع السيطرة على مناطق الضفة الغربية، وهذا من الخطأ الفادح تسليم السلطة. وهناك السيناريو الثالث وهو التحدث مع دول عربية لإدارة قطاع غزة أو جهات دولية كما حدث مع البوسنة والهرسك، ولكن حتى الآن هناك خلافات وضبابية كاملة جدا وفوضى، نستطيع أن نقول ذلك، بين الحكومة المتطرفة الصهيونية وأيضا بين الجيش وقيادات الجيش وبين المعارضة وبين مجلس الحرب. هناك تهديدات بالانسحاب، وخاصة من طرف أحد زعماء الأحزاب. طيب، المعارضة. اسمح لي أقف عند هذه النقطة دكتور أمجد، لأني سأعود إليها بمزيد من التفاصيل لاحقا، النقطة المتعلقة بالضغوط التي تمارس الآن على هذه الحكومة.